وكاين اللي ما فاهمش كاع هذا لو كونسيبت مزيان. انت تبارك الله عليك سنوات وانت كتصايبي هذه الوصفات هيلثي، شنو كتقولي في هذا الموضوع؟ الو ديجا الهيلثي راه جدودنا كانوا كياكلوا هيلثي، ملي كنديروا طاجين فيه اللحم والخضر ومصوب زيت العود والخبز ديال الدار بالقمح الصلب راه ماكله هيلثي. سي فري كو مع الوقت الناس يا اما قلت الوقت مع الخدمه ما عندهمش الوقت باش يطيبوا بزاف، دونك كيخرجوا ياكلوا على برا كيكونوا الاطعمه الجاهزه. اي من تماك رجعت بحال الثقافه ديال واحد كياكل على برا اكثر من الدار. دونك دابا كتقولي لنا انه طاجين راه هيلثي. راه هيلثي طاجين هيلثي، انا كيجيني هيلثي واخا على حسب الا درتي فيه زيت الروميه راه ماشي هيلثي، ولكن الا درتي فيه زيت العود والا كان التغماس والمرقة المرقة الماء زيت العود والعطريه وهادشي كله فيه المنفعه ديالنا. واخا لي ساندويتش ولي برجر ممكن يكونوا هيلثي ولا هذه فكره متداوله جاهزه؟ كيفاش يكونوا هيلثي؟ الا بدلنا الخبز وما كانش خبز بالدقيق الابيض بالفرص ونديروا بالدقيق الكامل على حسب الى يمكن نديرو سوا بدقيق ديال القمح ولا دقيق ديال الشوفان ولا دقيق كامل اخر وناكلو برجر وما كاينش مشكل. بيتزا وهادشي كله يمكن يتكال بطريقه بيتزا حتى هي ممكن تكون هيلثي.